من العاصمة الروما تنضم إلينا الباحثة في حقوق الإنسان والهجرة ميكيلا بوغليز. سيدة ميكيلا، أهلا بك معنا في العاشرة اليوم كباحثة في حقوق الإنسان والهجرة. كيف ترصدين ما يجري من انتهاكات مستمرة في قطاع غزة؟ نعم، نحن نشهد في قطاع غزة كارثة إنسانية وسياسية، وأيضا هناك جرائم حرب كبيرة تنتكبها السلطات الإسرائيلية يوميا بعد يوم، والآن حوالي 40 يوما من هذه الحرب المستمرة، وحملة القصف والتدمير مستمرة، وأيضا هذه الهجمات التي لا تميز بين الناس. الإسرائيليين لا يميزوا بين الأهداف المدنية والمدنيين والمستشفيات والطواقم الطبية وأيضا المباني السكنية، وأيضا ولا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الجرائم الدولي. طيب، إذا كانت الصورة بالنسبة لكم واضحة إلى هذا الحد، لماذا الهيئات الدولية ذات الصلة كمكتب منع الإبادة الجماعية، كالمحكمة الجنائية الدولية، لا تطلع كما يعني نشاهد نستنتج لا تطلع بواجباتها القانونية؟ بالتأكيد نحن أيضا نسمع صمتا كبيرا من المجتمع الدولي وخاصة القوى الغربية، ولكن بالنسبة للمنظمات الإنسانية وأيضا وهناك أيضا في المنظمات المحلية نتابع هذه الفظائع التي ترتكب، وأيضا نجد هناك أيضا من المنظمات الإنسانية وهناك اجتماعات كثيرة، وأيضا عن هذه حملة التمييز والفصل مع ضد الفلسطين، وأيضا نحن نتابع ما الذي يحصل، وأيضا الأمم المتحدة أيضا وقلقون بمخاطر الإبادة الجماعية التي تحصل الآن. إذا أنت ذكرتي سيدة بوغليز بأن هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان، تستطيعين أن تصفي ما يجري في غزة بأن هناك جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان؟ نعم، غزة وقطاع غزة كانوا طبعا الآن يعني إسرائيل تزيد من خروقاتها للقانون الإنساني الدولي، وأيضا وهذه الفظائع التي تقوم بها في قطاع غزة، المستشفيات أيضا في تتم مهاجمتها، وأيضا أغلقت المستشفيات والباقي سيتم إغلاقه وستخرج عن الخدمة، وأيضا نحن نشهد أيضا هجمات مستمرة على المدنيين، وهناك حملة تجويع بسبب غياب الغذاء والدواء أيضا والمعدات من أجل المستشفيات، وأيضا وهذا أيضا يمنعون المساعدات منهم، وأيضا هذه لا يحترمها الغرب أيضا. طيب، تتحدثين عن الدول الغربية، أنت من تتحدثين إلينا من العاصمة الإيطالية روما كباحثة في حقوق الإنسان والهجرة كعاملة في هذا المجال الإنساني، تصلكم تقارير ترصدون ما يجري من انتهاكات تعملون على توثيقه، تستطيعون نقله إلى الجهات الحكومية السياسية التي تتخذ مواقف منحازة بشكل أعمى بشكل مطلق لإسرائيل ولا تستطيع أن تقدم ينقذ المدنيين في غزة؟ أنا
أنا نحن نعمل في أيضا في منظمة غير حكومية في حقوق الإنسان، ونحن نحاول أن نمارس الضغوطات على الحكومات الغربية في ما يتعلق بهذه الإبادة الجماعية التي نشاهدها في غزة، وأيضا نرسل رسائل إلى السلطات الاتحاد الأوروبي وأيضا مفوضين في مفوضية الأوروبية، ولكن ليس من السهل العمل في هذا الأمر. نحن نشهد أيضا هناك ازدواجية في المعايير في السلطات بعض الدول وأيضا بعض الحكومات الغربية التي رأيناها، وأيضا كان واضح أيضا هناك من باقي الدول الغربية. طيب سيدة ميغلا، لديك تصور واضح، لديك تفاصيل دقيقة عما يجري في قطاع غزة كجهات تعملون لمتابعة وضع حقوق الإنسان في العالم الآن في غزة تحديدا. أسألك في هذا الإطار، هل لديكم فريق عمل على الأرض يستطيع أن يسجل يوثق كل ما يجري في كافة مناطق قطاع غزة؟ كيف تصلكم ربما الإفادات عن خروقات وانتهاكات؟ ماذا تتابعون وكي توثقون ما يجري وتقدمونه وتشرحونه للهيئات الحقوقية الدولية وكذلك للحكومية والرأي العام؟ نعم، أحد مكاتبنا الرئيسية في الشمال غزة، وأيضا طبعا هذه المكاتب تم قصفها والمبنى أيضا دمر، وأيضا رغم ذلك ما زلنا في غزة بزملائنا، بعضهم يقومون بالبحث في الميدان، ولكن أيضا يجب أن نكون حذرين من أجل سلامتهم أيضا، لأنهم يقومون بتوثيق خروقات حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان وما يحصل أمامهم. وهنا أود أن أسلط الضوء أن هذا لدينا بعض المسؤولين يعملون وكتبوا أن هناك ما الذي زعمت إسرائيل أن هناك ممرات آمنة، وهذه يعني مزاعم إسرائيلية، وهي وهناك إطلاق النار وبالرشاشات على المدنيين الذين يعبرون هذه الممرات، ولهذا وأيضا وهذه التهديدات مستمرة عليهم ويواجهون باستمرار إطلاق النار، ويضطروا إما إلى العودة إلى أماكنهم أو أن بعضهم قتلوا في الطريق، ولم نتمكن فريقنا من الوصول إلى أماكن هذه الحوادث، ولكن الدعاية الإسرائيلية تحاول أن تدعي بأن هذه المعابر مفتوحة. طيب أنت يعني هنا واثقة من هناك دعاية إسرائيلية مغايرة لما يجري، بدليل أن ممرات النزوح التي يفترض أن تكون الانتقال عبرها آمنا يتعرض النازحون إلى القصف، إلى التضييق، إلى التوقيف، إلى الإذلال. دعيني أسألك هنا، هذه المعلومات التي تتوفر لكم، هذا الصوت الذي يكون لكم، يمكن أن يصل من خلال وسائل الإعلام الغربية، بمعنى آخر يتاح لكم التحدث بكل وضوح وبصوت مرتفع للوسائل ووسائل الإعلام الغربية؟ ليس من السهل أن نصل يعني أن نقنع وسائل الإعلام الغربية وأن نتحدث عن هذا الموضوع. ممكن أن نتحدث عن إيطاليا، الرأي العام هنا لا يعرف ما الذي يحصل، ولكن القنوات الرئيسية وأيضا هي الحكومية والصحفيون هم إما صامتون أو يستمروا لا يستجيبوا للأخبار التي تأتي، وأيضا أو يحاولوا أن يمرروا يعني بعض الأخبار الأخرى، أو يعني يتركوا الموضوع، وهذا ما نراه. ونحن ولا يسمحوا للناس الذين يعرفون أو يعون بالمواضيع وما يحصل في غزة، ليست الموضوع ليس سهلا،
ولهذا أيضا في تلفزيوناتنا ووسائل الإعلام الغربية هي ليس من السهل أن نبلغهم بالحقيقة ليتحدثوا عنها. نعم، أنا أشكرك من روما ميغيلا بوكوليز، الباحثة في حقوق الإنسان والهجرة، شكرا جزيلا لك.